يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة السبت الموافق 18 مارس 2023. في الحقيقة امبارح كان يوم مبهج، يوم بيدعو للفخر لكل المصريين، لأننا شفنا فيه حدث مهم وكبير في استاد القاهرة، حدث خيري هو الأكبر من نوعه في تاريخ العمل الأهلي التنموي تحديدا، وكانت رسالة طمأنينة بتبعث من استاد القاهرة لكل أهلنا الطيبين في كل ربوع الجمهورية وتحديدا كمان المحافظات الحدودية. حدث كان شعاره انتصار الخير على أي تحديات ممكن تواجه المصريين، كتف في كتف، الشعار اللي رفعه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة أكثر من 60,000 متطوع كانوا موجودين في استاد القاهرة للاحتفال بجهود آلاف المتطوعين اللي شاركوا في تعبئة وتوزيع ملايين من كراتين الخير لكلها مساهمات غذائية علشان توصل للمواطنين ويتدخل الفرحة في بيوتهم قبل شهر رمضان الكريم في كل المحافظات بمشاركة 34 كيان تنموي، 34 مؤسسة، 34 جمعية خيرية بيضمهم العمل التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر. احنا في الحقيقة امبارح يا عبد الصمد يعني شفنا منظر ولا أجمل، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي، يعني حوالي 60,000 متطوع موجود في استاد القاهرة، لكن هو في الحقيقة هو في أكتر من كده في جميع المحافظات. احنا بنتكلم يمكن أكتر من 300,000 متطوع في جميع محافظات الجمهورية بيساعدوا كتف في كتف فعلا لما بيحصل أي تحديات للمصريين، كلنا بنقف جنب بعض، وده المنظر اللي احنا شفناه يمكن امبارح قد ايه المصريين كلهم تهتفوا ان هم يساعدوا ونقف في ظهر بعض. احنا يمكن بنتكلم على 4 مليون مواطن هيوصل لهم 4 مليون وجبه يمكن هتوصل للمواطنين، لكن احنا بنتكلم في عدد 25 مليون مواطن او اكتر هيوصل لهم هذه المساعدات. بنتكلم على مطابخ موجوده في جميع المحافظات المصريه موجوده لمساعده اهالينا، ومش بس في شهر رمضان، احنا موجودين لغايه اخر السنه. في الحقيقه احتفالية كتف في كتف شهدها امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاعل مع الحاضرين وأثنى على جهود المتطوعين وأشاد بتنظيمهم وحرصهم على مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، وده جه في مضمون كلام السيد الرئيس في كلمته امبارح أثناء الاحتفالية لما قال: بنشهد انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، بنشهده هو تأكيد لإرادة الشعب العظيم وإظهار لقدرته في تحويل المحن إلى منح. وده حقيقي اللي احنا شفناه امبارح يا أحمد، يمكن منظر ولا أروع اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده يا بسنت، ويمكن كان لافت جدا للأنظار مش بس يعني وجود آلاف المتطوعين في استاد القاهرة اللي بينوبوا أو بيمثلوا 300,000 متطوع المنتشرين في كل محافظات الجمهورية، لكن كان لافت للنظر جدا كمان وجود صغار المتطوعين اللي انت بتشوفي أبناء صغيرين سنهم لم يتجاوز 7 أو 8 سنين بيشاركوا في عمل الخير ده. هو ده الخير اللي أهلنا زرعوه فينا، والخير عجلة بتلف، وعلشان الخير عجلة بتلف إحنا بنعلمه كمان لأولادنا، بنعلمه لإخواتنا الصغيرين علشان يعني نعمل حساب الزمن ونعمل حساب بكرة، لأن إطعام الطعام هو عمل عظيم ومنصوص عليه في كل الديانات في حياة الأمر. زي ما قلنا في بداية الحلقة إن امبارح كان انتصار عظيم للخير، تاريخ هيكتب بأحرف من نور في يعني سجلات العمل الخيري تحديدا، ويتكاتف المصريين ووقفهم جنب بعض كتف بكتف، لكن تواريخ المصريين وانتصاراتهم ما بتقفش أبداً.